السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا مزيانين، وشكرا بزاف 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 في الكومونتيرات ديالكم البنات على خطيكم. شنقول لكم انا دابا حاليا لقيتوني يلا عاد لبست حويجاتي في الصباح، بعدا ديجا شحال من حاجه درتها وخرجت مشيت للبنكة شي شغال، مشيت فرست شي فلوس لهذا، ومن بعد عاوتاني مشيت جبت الزيت. المهم شنقول لكم شلا حاجه درتهم، والخدمه كذلك مشيت دزت للسونتر وكلشي، ويلا عاد دخلت للدار هكذا واحد شويه لقيتوني شو سميتو كنجبد دابا حاليا البنات الاخرين المايويات ديالهم، لان قال لك والو بغاو يمشيو ان شاء الله باذن الله لابيسين، والو بغاو يمشيو لابيسين حيت المدرسه دايره لهم واحد الرحله، وسورتو المروه وباباها ما خلاهاش تمشي، قال لها صافي غادي نديك لابيسين. بدات عليا غتديني غتديني، ما كتفلاش عليا، غتديني غتفعلني، صافي هي هاديك صافي. و قال غير كوني هانيه غادي نديك دابا دابا جيت كاع باش ننزلوهم لهذا المايويت ديالهم باش غادي نديهم اول مره غادي يمشيو لابيسين. وبصحه البنات كيف ما قلت لكم والله العظيم، يعني واخا الضغوطات النفسيه واخا راه واحد عالم به غير الله، راه ربي اللي عالم بكل واحد شنو عنده في خاطره وشنو عنده في قلبه، ولكن الدراري يعني شنو علاش مساكن حتى هما غادي يدوزوا من هذا الشيء. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، يعني حنا مثلا مضغوطين، ولا حنايا عندنا مرض، ولا حنا عندنا مشاكل، ولا حنا عندنا اكتئاب، ولا حنا عندنا شي حاجه اللي هي خايبه مثلا، شنو ذنب الدراري باش هما يعيشوا معاك هذاك الشيء؟ داك الشيء باش الدراري كيتاثروا نفسيتهم كتحطم كيتعقدوا، هادي هادي اللهم واحد ما يبين لهمش. راه شوفوا حتى شي حد ما هاني، راه اللي ما عندوش بزاف عنده شويه، اللي ما عندوش بزاف د المشاكل عنده شويه، يعني الواحد بعدا هذاك ما يبينش للدراري كيف ما قلت لكم، ويتعامل عادي، وهما ضروري خاصهم يعيشوا الطفوله ديالهم باش ما يعني ما باش ما يتاثروش، خصهم يلعبوا خصهم يجريوا خصهم يضحكوا خصهم يشطحوا خصهم ينشطوا خصهم يعوموا خصهم يخرجوا يبدلوا الجو. مهم هما خصهم الطفوله ديالهم يعيشوها 100%، لان حنا اصلا ما كنعرفوش وليدات ديالنا اشنو مخبع لهم القدام، شنو مخبع لهم المستقبل ان شاء الله بعد عمر طويل. حنا راه كنديروا باش كاننا راه حنا عايشين دائما، وكنديروا عاوتاني الاخيره كاننا بحال غنموتوا غدا، يعني داكشي بينا وبين الله. ولكن يعني حنايا كيف ما كان مي كنكونوا كنهضروا كنهضروا على اساس حنا عايشين، حنا عايشين، وهذيك العيشه اللي حنا عايشينها راه غنبغيو اكيد وليداتنا يكونوا عايشين حسن منها. و او ميم طون كيف ما قلت لكم ما كنكونوش عارفين المستقبل ديالنا اشنو غادي يكون فيه، ومي كنكونوا صغار ما كنكونوش عارفين، واخا مي كنكونوا في داك اللاج ديال ديال الصغار ديال 10 سنين 11 عام كنقولوا ايوا مصاب فوقاش نكبر، 12 عام ايوا مصاب فوقاش نكبر، ندير 18 عام وندير 20 عام، حيت علاش؟ حيت كنشوفوا هذوك الناس اللي كبارين علينا بحال يمكن عندهم شويه ديال الحريه مثلا، ولا حيت كبارين وكيعجبونا، ولا كيفاش يهضروا، ولا مهم شي حاجه كتقول لهم مصاب انا كبر باش ندير هكاك. ولكن ملي كنكبروا كندموا كنبقاو كنقولوا في نفس الوقت راه ما كاينش شي حد فينا اللي ما غاديش نقولوا مصاب لوكا كان يرجع بينا الزمان، اولا مصاب لوكا كان نرجع لواحد العمر. يعني كاينين اخطاء درناهم خصنا ما نديروهمش وربي يغفر لنا فيهم، شي حوايج تعلمناهم ما خصناش نتعلموهم، خصنا ما يكونوش كاع مثلا، يعني ولا مثلا نقولوا مثلا الناس اللي عندهم مع القرايه بزاف حتى هما كيقولوا لوكا كان مثلا نرجع بيا الزمان اللور انني نقرا وندير ونفعل ونترك، يعني دائما كنقولوا لو كان لو كان، وخا لو كان راه ما مزيانش اصلا. شنقول لكم ولكن ما يمكنش، راه ما عمرنا نقدو اننا نرجعوا للماضي بصفه نهائيه، اللي فات كيبقى هو هذاك ومتورخ وعليك مسجل، ولكن المستقبل ممكن اننا نغيروا فيه بزاف د الحاجات. ودائما انا كنقولها ونعاودها، حنا وليداتنا ما كنعرفوهمش مع من غادي يطيحوا، واش غادي يطيحوا مع ولاد الناس اللي غيتهلاو فيهم، سواء كان ولد او لا بنت، راه بحال بحال سورتو هاد الزمان راه كلشي قصاح، كلشي قصاح، سواء بنيتات سواء وليدات، يعني البنات ملي غادي يكبروا واش غادي يطيحوا فواحد الرجاله اللي غادي يخافوا عليهم، اللي غادي يتهلاو فيهم، اللي غادي
يحسبوهم بحال بصح كيف ما كيبغيو امهم وخوتهم، فهمتوا شنو بغيت نقصد لكم؟ وكذلك اللي عنده حتى الولاد راه كيخاف عليهم، راه يا ربي كتبقاي كتقولي واش غادي يطيح في بنت الناس اللي تبغي وتجمع له رزقه وتخاف عليه وتحضلو على ولاده وتحصنه ودير له وتفعل له، فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ هادشي في حاله ما الاطار ديال الزواج. اما عاود كنقولوا واش غيكون عندهم شي مستقبل، واش غادي يتوظفوا، واش غادي يخدموا، واش غادي يكونوا هما مالين المشروع، واش غيكونوا خدامين عند مالين المشروع، واش غادي يتكرفصوا، واش 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 واش، يعني حنا ما كنعرفوش اشنو كاين في المستقبل. وعلى داكشي كنقولوا الوليدات احسن وقيته عندهم اللي يعيشوها هما ملي كيكونوا في الدار ديال امهم وباهم، احسن وقيته، واحسن وقيته هي ديك الطفوله وكذلك حتى المراهقه. يعني راه ما كاينش اللي غادي يقبل لك هبالك وشطونك وبسالتك وشغابك واي حاجه من غير داركم، هادشي اللي كاين. داكشي علاش انا دائما كونطخ لهادو اللي تيقول لك لا انا ولادي نبغيهم يكونوا في الدار ها كيفاش وكيفاش، اه يكونوا منظمين نربيهم تربيه حسنه يعاونوك هذا هذا، ولكن تكون فيهم تربى فيهم داك الغريزه ديال الحنان، ماشي نحملهم انا المسؤوليه مثلا ونكون ضاغطه عليهم وبالامر. هادشي اللي بغيت نفسر لكم، لان حنا الا قصينا عليهم حنا اصلا الزمن قاسي علينا، وحنا الا قصينا عليهم ما عارفينش مساكن نعاود هما في المستقبل اشنو غادي شنو الحاجه اللي غادي تزيد تهرسهم. اللهم خليهم يعيشوا ويضحكوا، المهم يعيشوا كل اج يعيشوا بالحسنات ديالو بالمساوئ ديالو، المهم يعيشوا خصهم يعيشوا، ما يهزوش الهم ديال واحد اخر اللي كبير عليهم ولا يهزوا المسؤوليه ديال واحد اخر كبير عليهم. هادشي اللي بغيت نقول لكم، لان الصراحه انا بعد شي مرات كنحس براسي بانني كنظلمهم بعض شي مسائل ديال مثلا شنو نقول لكم، شي انا كنحس بالذنب فهمتوا، واخا انا تبارك الله زين راه عندي بعقلها وكتفهم، يعني عارفه مثلا انا عندي ظروف، عندي خدمه، عندي هذا كتسمح في حقها فهمتوا. مثلا كنكون دايره معاهم اليوم غادي نخرجهم يلعبوا، ما كيوفقنيش الله في هذاك الشيء كنقول لهم مثلا هو ما عليش خليوها مثلا دابا يومين ولا شي حاجه، كتحسي بهم بانهم ما بغاوش، رغم انا كيقولوا لي صافي ماما ماشي مشكل، ولكن انا كنحس بالذنب لان عارفه هم باغيين يمشيو يلعبوا، سورتو في هذه الوقيته هذه اللي حنا كنعيشوها راه ما كيقدوش انهم يخرجوا ويلعبوا مع صحاباتهم ويطوطحوا ويلعبوا. حنا فاش كنا صغارين راه كان بنات ولاد ولاد وبنات لعبوا كره، لعبوا حابه، لعبوا لاستيك، لعبوا يعني الدراري كيلعبوا معنا مسائل ديال البنات، وحنا البنات كنلعبوا مع الدراري ديال الحومه المسائل ديال الدراري، اللعب ديال الدراري، وكان كلشي كيربي، الجار كيربي والعائله كتربي، ديري خطا تخافي من الجيران عاد حرك توصل لامك وباك، فهمت يعني كنا متلاحمين بحال الخوت. اما دابا تخليهم يخرجوا الزنقه شنو غادي تسناي شنو غتوقعي انه يوقع؟ تيبقى دماغك دائما مشغول مع واش راهم باقيين تما، واش يحد لهم شي حاجه، واش يحد تعدى عليهم، واش يحد ضربهم، واش الله يسر شي حد خطفهم، واش هادي واش هادي، يعني كيبقى الدماغ ديالك كيخدم بزاف 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 ومن غير انك كتخافي عليهم، راه واخا تعيط طاري كتخافي عليهم. ايوا المهم الله يكتب علينا وعليهم مكاتب الخير، ويا ربي يخلي لنا وليداتنا. وانا والله العظيم حاجه وحيده اللي غنقولها رغم الضغوطات وهذا اللي كتكون علينا حنا كامهات ولا كاباء، خاصنا نخليو داكشي بعيد على الدراري، الدراري راهم نفسيتهم كتاثر من الداخل واخا ما تيبينوش، وداكشي ما كيبان حتى كيكبروا، ملي كيكبروا كيولي عندهم اما ضعافين شخصيه، اما كيكونوا عنيفين، اما كيكونوا فيهم شي عقد خايبين، ما كيكونوش نورمال، فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ حتى ما غيلقاو مشاكل في الحياه ديالهم من بعد بداكشي اللي كانوا ديجا كيكون متورخ عندهم في عقلهم. اللهم ما يكونوا عارفين حتى شي حاجه ويعطيوهم وقتهم، واخا حنا راه حنا ما كرهناش هاد الوقيته ولا غير ترتاحي فيها، ولكن ما عندنا ما نديرو ضروري مادام ان عندك واحد الوليدات الا خصك تحملي المسؤوليه ديالهم. باجي باجي تعومي.
اجي هنا ماما خونا بابا هنا شكرا هذه وقيله كاسهم في الكبيريه تبارك الله عليك هذا راسي ديالي هذاك ما عرفتش في الدار صافي بيتي وشو عليك مشات بغيت نقول لك اجي اجي من ليه اجي 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 من ليه هنايا غارق شويه عليك اجي يلا هبط يلا زيد هبط زيد لا غير بطي ما تخافيش انا شاده فيك يا زعما فيك الزعامه فيك الزعامه غير هبط هبط اوبا شتي شتي يلا لا غير خليها تعلم بوحدها اريج اريج هبطي هبطي امي يا بنتي هبطي عريش لا مروه كتعوم في هذا ديال الصغار وزينب ما عارفين هي اماما عريش ها هي غنمشي نوريكم زينب هاي هادي اللي خصها الغارق كتهبطي لتحت كتهبطي لتحت اجي شوف الغارق يلا لا 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 نموت نموت لا سينا لي عمي بوحدك في الغارق هي لا يلا يلا طلعي ونقزي لي شي تنقزه وريني عمان وريني علاش كتقدي يلا اشتركوا
عندك تجي طايحة على مخك. عوجة 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 كيف لا هصي اش نقولي صعب غادي تموت من هنا ما تحليش عينك في الماء ما تحليش عينك في الماء والله العظيم يا البنات لدست واحد السويعه زوينه الصراحه استفدوا منها راهم كايعوموا تصوروا تآريج ما بغاتش تخرج من الماء دابا حنا باغيين نمشيو ما بغاتش تخرج كاع من الماء قالت لك حرام واش تخرج ودابا كتعوم هي في لابيسين الصغير ومروه هي في لابيسين الصغير وزينب كتعوم في لابيسين الكبير ومروه كتقول لها اجي زعما نعوم انا وياك ما دايرهش فيها الثقه بصفه نهائيه ما بغاتش تمشي تعوم معاها جالسه غير في الدريجات وبشحال وهي جالسه تما في الدريجات شويه وهي شافت زينب جات لعندها وزينب مشات تعوم في هذا ديال الدراري الصغار وهي تقول لها اريج اجي عندي نعومك وهي تصوت عليها يعني دايره الثقه في زينب اصلا زينب دايره بحال امها ماشي اختها صافي عاوتاني هزاتها من هذا وداتها للكبير في الغار ماشي الغار غير المهم زعما الكبير ولكن جياني ما غارقاش وبقات كتعومها تما دابا كنقولوا لها يلا نمشي وقالت لك نونيا كحل العيون واش تخرج لا قالت لك هي مازال باغا تعوم مازال باغا تلعب في الماء وداكشي وتبارك الله راه حنا جينا كان ديجا خاوي دابا عمر ولكن راه كيعمر اكثر من هكا اه معايا الله بدا وداكشي كيكون عامر اكثر من هكذا ولكن والله الا زوين قسما بالله هاد لابيسين اول حاجه قريب جاي في نفس الحومه اللي حنا ساكنين فيها وكيجيو له هكا الدراري ديال هاد المنطقه هادي عندهم واحد البلاصه يعني فين يتنفسوا فين يلعبوا فين يعوموا ايوا هاد الشيء اللي كاين مأمن عرفتي واقفين لهم هنايا في الباب يعني ما عندهمش كيف يديروا لا يخرجوا ولا يدخلوا يعني حتى حيت كاينين شو سميتو الاباء اللي كيجيو كيخليو وليداتهم هنايا وكيمشيو يعني في الامان والله الا جا نورمالمون ماما راه كيكونوا هما لتحت دابا لا راه شفتهم هنايا ولاو حيت العام اللي فات والعام اللي فات كيكونوا لتحت دابا لا دابا بالضبط الباب ديال لابيسين الداخلانيه ماشي الاولى تما فين داروا واحد الباراسول ودايرين تما هذا وجالسين في داك البلاصه يعني ما كاينش اللي يدخل ولا اللي يخرج وش سميتو وعامر كله هكا بلا ما تخناجه كاينين تبارك الله لا في الكبير ولا هنايا في الصغير يعني حاضين شي قبيله زين فاش دارت هكذا راني كنت قطعت قلت لها لا ما ديريش هكا الناس تمشي طيح على دماغها ولا شي حاجه ونيت ما تخناجه صفر قال لها ما ديريش هكا بغيتي تبلونجي تبلونجي نقزي ديري اللي عجبك ولكن هكاك تقدر تفلت لك يدك ولا شي حاجه وتبقى ضاربه راسك الله يستر راه تمشي فيها ومروه خلاص دارت صحابات سمحات في خوتها ودارت صحابات يتبلونجاو ايوا صافي قلنا لهم صافي تنفسوا واحد شويه عام واحد شويه وباها قال لها ايوا يلا تمشي تقراي يلا تمشي تجدي النورماليزي بركه عليك من العمان حيت عرفتي علاش حيت شو سميتو دار لهم لاكارت ديال لابيسين يعني فوق ما بغاو يجيو يجيو دابا اصلا هذا اول نهار دابا اللي دار لهم فيه عاد جينا في اول نهار ودار لهم معاه كانوا كيقولوا له لابيسين ما لابيسين وداروا لهم واحد الرحله في المدرسه يقيلوا النهار كامل ودير لهم غيمشيو لابيسين ديال بني سيدر حدا بني سيدر بني سيدر بني سيدر كاعش انا ايوا وما خليناهمش يمشي غير زينب ماشي مروه لا مروه ماشي زينب ياك مروه وما خليناهاش جاوا قال لهم عرفتي شنو غدا غادي نديكم لابيسين غير سكتوا دابا فاش جينا دار لهم لاكارت هكا غتبقى عندهم يدوزوا بها الشهر وبالنسبه للبنات اللي غيبغيو يعرفوا يعني الثمن ديال الواحد راه 350 درهم الواحد لاكارت ولكن يجيو يوميا عاد بداو لانيماسيون حتى عوالين حنايا نمشيو عاد بداو لانيماسيون
ايوا هادشي اللي كاين. المهم حنايا الا كنا مكتئبين والضغوطات والمسؤوليه والخدمه وداكشي فاكيد وليداتنا ما غاديش نديروا لهم حتى هما هكاك، خصهم حتى هما يعيشوا الطفوله ديالهم، ديري لهم خاطرهم، تخرجيهم يلعبوا هنا ويفوجوا هنا ويعوموا هنا، ما عندنا ما نديروا، صبروا وصافي هذا ما كان. هنا البنات هبطت كنوجد العشاء، صراحه هاد النهار درنا غير نقول لكم علاش البوطه دايره هكا. شوف كنت حتى نسالي عاد نمسحها، نمشي نمسحها ونولي نعاود نطيب وداكشي. المهم درنا غير لومليت، هذيك لومليت ديال البطاطا اللي تتقلى مع معدنوس ومع البيض وبصيله وملحه والابزار وأومليت، هو هذا كل طيبناه داكشي باش تغدينا. ايوا صافي دابا غادي ندوز باش نصوب العشاء، بغيت ندير داك الكراتان ديال البطاطا بالكفته. وانا هنايا صافي راني كنحمر دابا كنقلي هذه الكفته مع بصيله. وبالنسبه لهادي شو سميتها، بالنسبه لابيوري ديال البطاطا هي هذه البنات، كنستعمل جوج ماما كيكونوا هذه فيها اربعه، كنستعمل جوج في هاد شو سميتها هاد الكراتا، وحده كنديرها الطبقه التحتانيه وحده كنديرها هي الطبقه الفوقانيه. المهم هادو هاد الكراتا هذا راه ديجا موجود معكم، ديجا مشاركه معكم لي زيتاب كيفاش كندير له وشو سميتو، وضروري من البيشاميل. بالنسبه لهذه البنات راه تطيب في الحليب كيف ما شفتوا، هنايا درت الحليب ودابا غادي نضيف واحد شويه ديال الماء من بعد نخليهم كيغليو، وان فوا كتغلي كنضيف هاد البطاطا مع التحريك، انا كنضيفها وانا كنحرك وكندير مليحه ومعلقه ديال الزبيده صغيره كتكون عندي لابيوري ديالي واجده. بالنسبه للكفيته كان على ما كتحل لنا هكا كنديروا فيها شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الفلفل الحمراء، شويه ديال المعدنوس، صافي وفا كطيب لنا كنطفيو عليها. هاد الوصفه البنات دغيا دغيا كتوجد، ما كتعطلش وكتشبع كتجي بنينه. هما البنات الطبقه الاولانيه ديال لابوري كيف ما كتشوفوا، ودابا حطيت الطبقه الثانيه اللي هي ديال الكفته، انا حطيتها كامله نورمالمون كنخلي منها واحد شويه باش كندير واحد شويه من الفوق باش يجي غابيل بان هذه راه لابوري، يعني هذا الكراتان ديال لابوري ديال البطاطا مع الكفته، ولكن هذه المره درتها كامله ماشي مشكل، حيت اصلا من الفوق راه غادي يعني غتغطى بالفرماج. هنايا البنات راني وجدت كيف ما كتشوفوا بيشاميل، غادي نخوي عاوتاني من الفوق، ما درتش بزاف درت غير شويه لان حتى ما باقي، غادي نولي نعاود نديرو من الفوق. ودابا غادي ندير غادي ندير الطبقه ديال عاود البطاطا. ها هي البنات درت هنايا الطبقه كيف ما قلت لكم ديال لا بيوري، ودابا غادي نضيف هذا الشيء ديال بيشاميل. بيشاميل البنات راني درت لها شويه ديال بصله مشفافه، ودابا غادي نضيف الفرماج، غادي ندير هذا حيت هذا دائما البنات كنشكروا لكم ودائما تلقاوه عندي سواء الا مشات تقطع، اما نورمالمون بنين يا البنات زوين بزاف، فيه اربعه ديال الانواع ديال الفرماج. صافي غادي نخوي البنات هذه كامله، وفران ديجا راه تيسخن، غادي نديرها على 200 درجه نشعل عليها من التحت ومن الفوق غير باش يذوب لنا هذا الفرماج وتاخذ لنا داك اللون الذهبي وصافي. ها هي البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما كتخرج من الفران كتجي هكذا محمره، شوفوا يا سلام يا سلام يا سلام،
كتجي واعره البنات.